سادات وسادة، تحية لحضراتكم في هذا الحوار الجديد. مشاهدين الكرام، حواري اليوم مع شخصية لها بريق خاص، فهو يتميز بفكر الوسطي المعتدل الذي يعبر عن صحيح الدين الإسلامي في ظل انتشار الكثير من الأفكار المتطرفة. حواري اليوم يدور مع حضراتكم حول مجموعة من النقاط الأساسية التي تتعلق بدور الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين الإسلامي كإحدى أدوات القوة الناعمة المصرية في تحقيق التواصل بين مصر والعالم بشكل عام، وأيضا رؤية الأزهر الشريف في تجديد الخطاب الديني، وكذلك ملامح التطوير في مناهج الأزهر الشريف. هل التطوير يتعلق بأسلوب العرض ووسائل العرض فقط، أم يتعلق بالمناهج أيضا؟ كذلك القمة التاريخية بين فضيلة الإمام الأكبر رئيس مجلس حكماء المسلمين الدكتور أحمد الطيب وبابا الفاتيكان. الكثير من النقاط مطروحة مع حضرتكم في هذا الحوار الذي أرحب فيه مع حضرتكم بفضيلة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف. دكتور، تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اسمح لي أتواصل مع سيادتك ومع سادة المشاهدين، ولكن بعد أن نتابع سويا هذا التقرير، ابقوا معنا مشاهدينا. الأزهر الشريف يقوم بعمل دؤوب لدفع التطرف عن الأمة من خلال دوره الفعال في تجديد الخطاب الديني، والذي يعد رسالة تنويرية تهدف إلى بناء العقول وترشيد السلوك. فالمؤسسة العالمية أطلقت مرصد الأزهر لمواجهة التطرف، كما تعقد الكثير من المؤتمرات، فضلا عن تطوير المناهج لمكافحة الإرهاب. وللمساهمة في بناء الوطن، يبذل الأزهر جهودا مكثفة من خلال عقد اللقاءات الدورية مع الشباب لتوعيتهم بالمخاطر التي يواجهها الوطن في هذه المرحلة الهامة من تاريخه، وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة التي يستغل مروجوها حماسة الشباب لخدمة مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة. وتبرز أهمية دور الأزهر في الارتقاء بمستوى الوعي لدى الشباب والمواطنين وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم. ففي هذه المرحلة الحرجة والتي تمر بها المنطقة العربية والإسلامية، تتصاعد موجات الكراهية والتطرف والعنف والإرهاب والتكفير، والتي انتشرت تحت دعاوى باطلة تتخذ من الإسلام مرجعية لها، ما يستدعي أن يجعل من تجديد الخطاب الديني بصورة عامة قضية تتصدر القضايا الهامة التي تليها الدولة قدرا كبيرا من الاهتمام. فالغاية من تجديد الخطاب الديني هو تجويد هذا الخطاب شكلا ومضمونا، والارتقاء به واكسابه مقومات التكيف مع العصر، من اجل ان يكون اداة لتبليغ الرسالة الاسلامية ووسيلة لبناء الانسان الذي يعرف دينه وينفتح على عصره ويندمج في محيطه ويحترم من يخالفه في المعتقدات والرأي والموقف واسلوب الحياة، ويتحاور معه ولا ينأى بنفسه عنه او يتخذ منه عدوا له لمجرد أنه يختلف معه في أمور كثيرة. فالإسلام دين الحياة والانفتاح، ويجب أن يحمى من دعاة الموت والانغلاق. جديد أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي في هذا الحوار فضيلة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف. دكتور، أهلا وسهلا، منورنا في هذا الحوار، وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. الحقيقة فندم، يمكن وإحنا بنتابع الزيارات اللي بيقوم بيها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، زيارات الخارجية، مشاهدينا الكرام، ولعل حضراتكم تابعتوا الزيارة الهامة جدا اللي كانت للبرلمان الألماني، واللي قال فيها فضيلة الإمام الأكبر كلمة هامة، ثم أيضا أول أمس الكلمة التاريخية اللي قالها في نيجيريا. والحقيقة كانت زيارات مهمة جدا، استراتيجية الأزهر الشريف فيما يتعلق بهذه الزيارات الخارجية. بسم الله الرحمن الرحيم. هو قطعا الأزهر الشريف له ثقل كبير جدا في العالم الخارجي، ويحظى بمصداقية كبيرة جدا في كل دول العالم، حتى الدول غير الإسلامية. والأزهر الشريف يحاول استغلال هذا التواجد وهذا القبول من المجتمع الدولي والدول في شرقا وغربا وشمالا وجنوبا للخروج من الأزمة الطاحنة الذي يمر بها العالم الآن،
وبخاصة في الوطن العربي وفي جمهورية مصر العربية. يعني المتابع المنصف يستطيع الحكم على أثر هذه الزيارات، وهي تعبير عن وجود الأزهر في الأرض التي يزورها شيخ الأزهر، وانطباعات الناس عن الأزهر وعن شيخ الأزهر. أعتقد أن الزيارات الأخيرة، إذا قلنا مثلا زيارة ألمانيا وما أحدثته هناك بما يشبه الزلزال الذي أثر كثيرا على ما يعرف بظاهرة الإسلاموفوبيا المتنامية في الغرب، وما عبر عنه أعضاء البرلمان حين قالوا لشيخ الأزهر كأنك تحدثنا عن إسلام لا نعرفه، صحيح، لأنهم لم يتعودوا سماع هذا الخطاب المعتدل، الخطاب المعبر عن سماحة الإسلام، غير المجامل وغير بالزبط. المغير لحقيقة الإسلام وتعليل الإسلام، وهذا مهم جدا. شيخ الأزهر لا يملك، لا هو ولا غيره من علماء المسلمين، تغيير شيء من أحكام شريعتنا الإسلامية، ولكن هو يملك القدرة على توصيل الأحكام الصحيحة ووصولها بطريقة سهلة مقنعة للناس. ولذلك حين حدثهم حتى عن قضية ظن الناس أنها في غاية يعني التعقيد، وهي قضية زواج المسلمة من غير المسلم، صحيح. ويعني كيف كانت إجابته يعني مقنعة ومبهرة سلسة. ولم يكتفي شيخ الأزهر حتى بالإجابة على السؤال، بل سألهم إن كان هناك يعني معترض أو من يريد النقاش فأنا على استعداد، فلم يناقش أحد. فليست مجرد كلمات تلقى وفقط، وهذا دليل على الإقناع الكبير. شيخ الأزهر حين زار إندونيسيا، وهذا الترحاب والقبول والاستقبال منقطع النظير ولا يحدث حتى للملوك ولا الرؤساء، ولم يجد الرئيس الإندونيسي ما يباهي به إلا أنه يقول لشيخ الأزهر أنه يفخر بأن 8 من وزراء حكومته تخرجوا في الأزهر الشريف، ويباهي فيقول من يقودون التنمية في بلاده أي إندونيسيا هم من تخرجوا في الأزهر الشريف. صحيح. أعتقد أن هذه الشهادات يعني لابد أن يتوقف الناس عندها كثيرا. زيارته لنيجيريا وما أحدثته هناك، وهذه المواجهة المباشرة بين شيخ الأزهر وبين أعتى الجماعات الإجرامية والجماعات الخارجة عن الحدود الصحيحة وعن تعاليم ديننا الإسلامي فيما تفعله وفيما تتبناه، وهو لا يجر إلا المصائب على المسلمين، بدليل هذا المخيم الذي زاره شيخ الأزهر ورجع في غاية التأثر على حال الناس هناك، وهذا دليل على الخطأ في الممارسات ويا جماعة بوكو حرام، ويطالبهم هناك وعلى أرضهم بإعلان التوبة وبالعودة إلى الطريق الصحيح. الزيارة المقبلة لشيخ الأزهر التي تنطلق إلى الفاتيكان ولقاء البابا في لقاء تاريخية يعني بعد قطيعة دامت 5 سنوات تقريبا نتيجة مواقف سابقة، زيارة فرنسا التي تعقبها إن شاء الله، ويعني ستكون في غاية الأهمية. أعتقد أن هذه الزيارات، أنا بس عايز أركز فضيلة الدكتور على القمة بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، زي ما حضرتك قلت أنها بعد قطيعة سنوات، يعني المعطيات الدولية والإقليمية تغيرت كثيرا، وأصبح هناك الكثير من التداعيات التي تتطلب مثل هذه القمم في نوع من التسامح وعرض الرأي والرأي الآخر فيما يتعلق بهذه النقاط. أبرز الأمور المطروحة للنقاش على جدول أعمال هذه القمة أو المأمول فيها؟ هو طبعا هذه الزيارة سبقت بإعداد طويل ويعني مبادلات وزيارات لوفود من الفاتيكان إلى مشيقة الأزهر للسعي لاستعادة الحوار بين الأزهر والفاتيكان. أرسلني شيخ الأزهر في 2013 إلى الفاتيكان وحضرت مؤتمر هناك، فالأزهر لا يرفض الحوار، والأزهر يمد يده للجميع، ولكن الأزهر له استراتيجية تبناها شيخ الأزهر، وهو أنه ضد سياسة الحوار للحوار. تمام. هو يريد للحوار أن يكون حوارا هادفا يصل إلى نتائج تتحقق ويراها الناس على الأرض.
فكثير من اللقاءات البروتوكولية يعني تتم والمجاملات وبعض الكلمات ولا يرى الناس شيئا، والوقت الذي نحن فيه لم يصبح يستوعب هذه المجاملات وهذه اللقاءات الاستهلاكية لبعض العبارات، وإنما نحتاج إلى عمل حقيقي لإنقاذ العالم واستعادة السلام المفقود في كثير من دول العالم. أعتقد أن الأزهر والفاتيكان بمقدورهما فعل الكثير، ونتوقع أنه هذا اللقاء الذي سيعقبه لقاء أيضا بعد لقاء القمة بين الوفد يعني المرافق لشيخ الأزهر والمسؤولين في الفاتيكان وجلسات حوارية، أنه تتحول إلى خطط عمل وإلى خطوات يعمل عليها الأزهر والفاتيكان لتحقيق شيء ملموس على الأرض وليس مجرد لقاء بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان. الحقيقة قبل أن نتطرق للكثير من النقاط اللي بيقوم بها الأزهر داخليا سواء في تجديد الخطاب الديني أو غيرها من المحاور المختلفة، يعني يهمني نركز برضو على دور الأزهر الشريف عبر التاريخ كأحدى أدوات القوة الناعمة المصرية في تعزيز أواصر التعاون بين مصر وكل دول العالم. هل هناك استنهاض لهذا الدور مرة أخرى من خلال مثل هذه الزيارات أو اللقاءات أو الانتشار الواسع أو نشر صحيح الدين الإسلامي في ظل الكثير من المعطيات أو المتغيرات الجديدة المتعلقة بانتشار الفكر المتطرف؟ وفي الحقيقة دور الأزهر تاريخيا لم ينقطع، فالأزهر على مدار التاريخ يعني منفتح وأبوابه مفتوحة للعالم الإسلامي، والأروقة في الجامع الأزهر خير دليل على ذلك، فهي رواق الأتراك ورواق المغاربة ورواق يعني تحمل أسماء حتى دول موجودة في الأزهر إلى الآن، وكان يدرس فيها الأبناء المسلمين من هذه الدول في داخل الجامع الأزهر ولا زالت قائمة حتى الآن. البعثات الأزهر موجودة في دول كثيرة في العالم، لدينا الآن بعثات ثابتة في 70 دولة في العالم كلهم على نفقة الأزهر الشريف وعلى نفقة جمهورية مصر العربية. هؤلاء يواصلون دورهم الدعوي والتعليمي في المؤسسات الموجودة في هذه الدول ومنها دول غير إسلامية. الأزهر الشريف يدرس فيه في داخله وعلى أرض مصر وفي مؤسساته التعليمية في التعليم ما قبل الجامعة في المعاهد الأزهرية أو في جامعة الأزهر قرابة يعني 40,000 من أبناء المسلمين يدرسون في الأزهر الشريف، وكثير منهم على نفقة كاملة للأزهر الشريف، وهؤلاء يرعاهم شيخ الأزهر بنفسه ويتولى أدق الأمور المتعلقة بتفاصيلهم حتى أماكن الإقامة والإعاشة وأدوات الطهي التي يطهى لهم فيها الطعام، ويستطيع أي طالب منهم أن يدخل على شيخ الأزهر في مكتبه في أي وقت يريد ليشتكي من نقص الملح في الطعام، وهذا حدث كثيرا. هؤلاء الطلاب يعودون إلى بلادهم، يتخرجون في كل عام بالمئات، يعودون إلى بلدانهم يحملون فكرا وسطيا تعلموه في الأزهر. أعتقد أن هؤلاء قوة موجودة على الأرض بالفعل، وحتى الأزهر الآن شيخ الأزهر يتبنى فكرة جديدة وهي الاستعانة بهؤلاء في بلدانهم. صحيح. يعني نبحث عن كيفية أو إمكانية تعيين هؤلاء وتوظيفهم في بلدانهم على نفقة الأزهر الشريف بعد أن يعودوا إلى لمساعدة من يبعثون، لأن هؤلاء أعرف بلغات بلادهم وأعرف بثقافة يعني أوطانهم وهم أقدر على توصيله. وحتى في هذا الشهر في رمضان وافق شيخ الأزهر لمجموعة من الطلاب في الدراسات العليا للعمل في شهر رمضان في بلادهم كدعاة ثم يعودون إلى الدراسة مرة أخرى، يعني جدا. نستخدمهم في بلادهم بدلا من أن يذهبوا إلى زيارة تضيع هكذا، يذهبون ببرامج دعوية في شهر رمضان ينفذونها على نفقة الأزهر الشريف، فهي زيارة لأهلهم وعمل في نفس الوقت، ثم يعودون بعده لاستكمال دراسة في الأزهر الشريف في تجربة غير مسبوقة ولم يفكر فيها أحد من قبل.
القوافل التي يسيرها الأزهر الشريف للعديد من دول العالم، وهناك قوافل مهضومة كثير منها لم يتحدث عنه أحد مع ما أحدثته هناك. قوافل السلام، لا غير قوافل السلام، قوافل الأزهر يسير يعني أكثر من نوع من القوافل، يسير قوافل مساعدات طبية ودعوية في الداخل وفي الخارج، هذه خاصة بالأزهر، ويسير قوافل السلام بالتنسيق مع مجلس حكماء المسلمين الذي يترأسه شيخ الأزهر. فما نتحدث عنه هو القوافل التي تسيرها الأزهر إلى دول العالم، وعادت قريبا القافلة للمرة الثانية.